بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 40 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من مكة المكرمة، باعثها المستمع حسن أبو علي. الأخ حسن عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: إنني صاحب سيارة أجرة، وفي يوم من الأيام عرض علي صاحب الفندق أن أتعامل معه على إيصال بعض المسافرين الذين يسكنون عنده، وشرط أن يأخذ 50 ريالا على كل حملة، أي على كل رد، فهل هذا جائز؟ علما بأنه اتفق مع الركاب بمبلغ 200 ريال للمطار، ونحن نذهب دائما بمبلغ 130 إلى 100 ريال، فما هو توجيهكم؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. الواجب على المسلم الصدق في المعاملة وعدم الغش وعدم اغتنام غفلة الغافلين الذين لا يعرفون الأسعار ولا يعرفون عادات البلد، فلا ينتهز الإنسان هذه الفرصة ويزيد عليهم في الأسعار أو في قيمة الأجرة المحددة في البلد، لأن الصدق واجب والكذب حرام وأخذ المال بغير حق حرام. وصاحب الفندق حينما أخذ 200 من الراكب إلى المطار في حين أن السعر والمقرر أقل من ذلك، هذا يعتبر من الكذب والباطل، فلا يجوز له هذا. وأما ما شرط عليك بأن يأخذ منك نسبة معينة، فهذا إن كان هذا من باب ما يأخذه السمسار بين الزبون وبين الطرف الآخر، فلا بأس بذلك، لأن هذا يعتبر مقابل تعبه ومقابل كلامه مع المسافرين ومعك، فإن كان من هذا الباب فلا بأس به. أما إذا كان غير ذلك فإنه لا يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من مكة المكرمة أيضا، يقول إبراهيم بن إدريس حوساوي. الأخ إبراهيم له أكثر من قضية، في إحدى القضايا التي يسأل عنها يقول: ما رأي فضيلتكم في مرور الماري بين المصلي أو بين يدي المصلي؟ وردت أحاديث كثيرة حول هذا الموضوع، وأذكر هنا على سبيل المثال ما ورد عن أبي الجهم عبد الله بن الحارث الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النصر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. رواه البخاري. اشرحوا لنا هذا الحديث جزاكم الله خيرا، وبينوا لنا مثلا عن كيفية المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو الجامع الكبير، جزاكم الله خيرا. اتخاذ السترة للمصلي المنفرد أو الإمام مستحب، لأن يجعل بين يديه شيئا مرتفعا ولو قليلا، أو يجعل بين يديه عصا يغرزه في الأرض أو ما أشبه ذلك، أو يعرضه عرضا، هذا مستحب. فإذا صلى إلى سترة فلا يضره من يمر من ورائها. أما إذا لم يكن له سترة فإنه يحرم المرور بين يديه من مسافة 3 أذرع فأقل من قدميه، 3 أذرع فأقل من قدميه من أمامه، وما وراء 3 أذرع لا بأس أن يمر. أما إذا مر المار بين المصلي وسترته، أو مر قريبا منه من 3 أذرع إذا لم يكن أمامه سترة، فإنه يكون آثما، بدليل الحديث الذي ذكره السائل وغيره من الأحاديث، لأن المار بين يدي المصلي
عليه إثم عظيم، ويجب على المصلي منع من يمر بين يديه لقوله صلى الله عليه لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، وقال فإن أبى فليقاتله، يعني يضربه، فإن معه القرين يعني الشيطان. المرور بين يدي المصلي وسترته أو المرور قريبا منه إذا لم يكن له سترة دون ثلاثة أذرع هذا حرام وفيه إثم عظيم، ولا أن يقف مدة طويلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. أما السترة في المسجد الحرام والمسجد النبوي فإنها لا تشرع، لأن المرور في المسجد الحرام والازدحام وفي المسجد النبوي ازدحام شديد، فلا بأس أن يمر الناس بين يدي المصلي بالضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد الحرام ركعتي الطواف والناس يمرون بين يديه في المطاف، صلى قريبا من المطاف وهم يمرون بينه وبين الكعبة، ولم يمنعهم صلى الله عليه وسلم من ذلك. ولأن المسجد الحرام والمسجد النبوي والجوامع الكبار يحصل فيها ازدحام شديد، فالضرورة تقتضي سماح بالمرور للناس، إذ لو منعوا لأدى هذا إلى حرج شديد، وكل ما ضاق الأمر اتسع ولله الحمد، والمشقة تجلب التيسير. بارك الله فيكم. إذن تلحق الجوامع الكبار وكالمسجد الأقصى مثلا تلحق بالحرمين شيخ صالح؟ نعم، المساجد الكبار اللي فيها زحمة، نعم زحمة شديدة، نعم مثل الجوامع الكبار يوم الجمعة مثل المسجد الحرام، لأن العلة هي دفع المشقة عن الناس. جزاكم الله خيرا. ما رأي فضيلة الشيخ بالنسبة لمن يقرأ القرآن الكريم مع الإمام أثناء الصلاة بصوت خفيف وبدون رفع صوت، هل عليه إثم في ذلك؟ هذا فيه تفصيل. إن كان المراد قراءة الفاتحة فهذا لا بأس أن يقرأها سرا، وبحيث لا يؤذي من بجانبها أو يشوش على الإمام حتى يفرغ من الفاتحة خروجا من الخلاف. وأما قراءة غير الفاتحة والإمام يقرأ هذا لا يجوز، قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فإذا قرأ الإمام جهرا فإنه يجب على المأمومين أن يستمعوا ولا يقرأوا بهذه الآية الكريمة، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بالنسبة لصلاة الليل لا بد من المحافظة عليها، مثلا مثل الصلوات الخمس، فأنا مثلا أقوم أحيانا مبكرا وأحيانا أقوم عند الأذان، فهل علي إثم في ترك الصلاة خلال الأيام التي أقوم فيها متأخرا ولم أصلها؟ جزاكم الله خيرا. صلاة الليل مستحبة وليست واجبة، ومن تركها فلا حرج عليه، ولكن فيها فضل عظيم، وفيها تعرض لرحمة الله ونفحات الله في آخر الليل. صلاة الليل من أفضل صلوات التطوع، وينبغي للمسلم أن يحرص عليها وأن يداوم عليها ولو بقدر يسير، وإن أكثر من الصلاة في الليل فهذا أفضل، ولكن لا يترك قيام الليل ولو بقدر يسير يداوم عليه مع الوتر، ليشارك في هذه العبادة العظيمة وليحضر هذا الموسم العظيم ثلث الليل الآخر، وقت النزول الإلهي ووقت النفحات، مشاركة المتقين الذين قال الله تعالى فيهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، فيجعل له نصيبا من قيام الليل ولو قل ويختمه بالوتر. كل ما تأخر من آخر الليل فهو أفضل، وإن كان في جوف الليل أيضا ففيه فضل عظيم، ولكن إذا طلع عليه الفجر ولم يستيقظ فلا حرج عليه، وإذا كان ناولا للقيام ولكن غلبه النوم فإنه يكتب له أجر المصلي، لأن الله سبحانه وتعالى يعطي على النية الطيبة والقصد الحسن ما يعطي على العمل إذا تركه الإنسان وقد نواه لعارض عرض له من الأعذار كالنوم الذي غلبه فإنه عرف. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، كثر سؤال الناس عن صلاة الليل، لعل لهذا تفسيرا عندكم، جزاكم الله خير. هذا يدل على خير، كثرة السؤال عن صلاة الليل هذه بشرى تدل على خير ورغبة من الناس، رغبة منه في العمل الصالح وإحياء السنن واغتنام المواسم الطيبة، فهذا يدل على خير ويبشر بخير. ولأن من حرص على قيام الليل فإنه يحرص على الفرائض من باب أولى، على كل حال هذه علامة خير. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل بعد هذا إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، رمز إلى اسمه بالحروف ألف صاد ألف، مصري يعمل في المملكة. أخونا له قضيتان، القضية
الأولى يقول فيها: حدث خلاف بيني وبين أناس من أهل قريتي حول ما يقال عقب الصلوات الخمس من التهليل والتسبيح، نرجو معرفة ما كان يقوله المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في أعقاب الصلوات الخمس من التهليل والتسبيح وغيرهما، وهل كان ذلك في صورة فردية أم جماعية، بمعنى أنه يقول شخص ويردد الآخرون خلفه التهليل مثلا، نرجو معرفة الرأي الصواب في ذلك حتى نكون على هدى وبصيرة، وفقكم الله لما فيه الخير. الذكر بعد صلوات الخمس ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، وذلك بأنه كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وهو متجه إلى القبلة، ثم ينصرف إلى أصحابه بوجهه الشريف ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له الملك وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. وقال لمعاذ: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وبعد صلاة الفجر وصلاة المغرب كان يأتي بالتهليلات العشر: لا إله إلا الله له لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عشر مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب. وكذلك شرع لأمته أن يقولوا بعد كل فريضة دبر كل صلاة: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، كل كلمة 33، سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، يرددون كل كلمة بهذا العدد ويقولون تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكذلك كان الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار في هذه المواطن. أما الدعاء الجماعي بعد الفريضة فهذا بدعة، وإنما كل مسلم يأتي بهذه الأذكار منفردا، ويرفع المصلون أصواتهم بهذا الذكر بعد الصلاة، التهليلات العشر وما ذكر بعد الصلوات الخمس، يجهرون بهذا أفرادا ولا يجهرون بصوت جماعي أو يرددون هذا الكلام خلف ملقن، هذا من البدع، وإنما كل مسلم يذكر الله نفسه. أما التسبيح والتهليل والتكبير فإن كل واحد يقوله سرا ومنفردا عن الآخرين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. إذا قلنا هذا الأمر بدعة وهذا الأمر غير بدعة، ما الفرق بين الأمرين، وما الحكم في إذا ما عمل المرء بعمل أو عمل عملا وهو يسمع أنه بدعة، جزاكم الله خيرا؟ السنة ما كان من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أو قوله أو تقريره، يعني ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره عليه الصلاة والسلام، هذا هو السنة. فما وافق ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما وافق ما في الكتاب والسنة، فهذا السنة مشروع، إما واجب وإما مستحق. وأما ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله مما يتقرب به بعض الناس إلى الله فهذا بدعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالبدعة إذن ما ليس له دليل من الكتاب والسنة مما يفعله الإنسان يزعم أنه يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله أمرنا باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به والأخذ بهديه، ونهانا أن نحدث من عند أنفسنا أو أن نقلد غيرنا في أمور لم يشرعها الله ولا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك الذكر الجماعي بعد الصلوات المفروضات، فإن هذا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أمر به ولا أقر أحد عليه، فهو محدث وبدعة وكل بدعة ضلالة. جزاكم الله خيرا. إذا سمعت أن هذا العمل بدعة فماذا يجب عليك؟ يجب عليك البيان، تبين أن هذا بدعة وأنه لا يجوز، تنصح لمن وجدته يفعله بأن يتركه، لأن هذا يبعد عن الله سبحانه وتعالى وفيه إثم، وأيضا هذا يجر الآخرين إلى تقليد المبتدعة، وتنتشر البدع بهذا وتترك السنن، ويتسلط شياطين الإنس والجن على تغيير دين الله سبحانه وتعالى مثل هذه البدع والمحدثات.
لا سيما وكثير من النفوس تميل إلى البدع وتنفر من السنن، لأن الشيطان يرغب في البدع وينفر من السنن. فالواجب ترك البدع والإنكار على من فعلها، محاربة البدع وإحياء السنن، هذا هو الواجب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. القضية الثانية التي يسأل عنها أخونا في هذا اللقاء يقول: بعض الناس في قريتنا يصر على إضافة عبارة أو كلمة سيدنا في الأذان، فيقول: أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، بدلا من أشهد أن محمد رسول الله، فهل هذا جائز في الأذان بالذات، مع أنني نصحتهم كثيرا إذ أن هذا لا يجوز، فالأذان توقيفي، نرجو أن تتفضلوا بمعرفة الحق وتعريفه للناس في هذا الأمر، جزاكم الله خيرا. الأمر كما تفضل السائل هذا بدعة، لأنه لم يكن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم علم لأمته الأذان بهذه الألفاظ المحددة الواضحة التي تناقلوها جيلا بعد جيل وتدارسوها ولله الحمد، فمن أدخل فيها شيئا زائدا فإنه مبتدع. إدخال سيدنا رسول الله، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، هذه بدعة. لفظ سيدنا بهذا الموطن هذه بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلمها لأصحابه ولم يأمر بها. نعم هو سيدنا صلى الله عليه وسلم بلا شك، وهو سيد ولد آدم، ولكن العبادات التي شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم وبينها وعمل بها المسلمون جيلا بعد جيل لا يجوز تغييرها والزيادة عليها أو النقص منها لاستحسانات الناس أو رغبات الناس، هذا من البدع المحدثة، وكل بدعة ضلالة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من اليمن حضرموت رسالة بعث بها مستمع يقول: أنا عوض عمر العمري أو العمري، يقول: توجد عندنا في القرية عادة من العادات القديمة، وهي أنه يوجد في أحد الأماكن 3 قبور مع بعضها، وهذه القبور لم يعرف عنها أحد من مدة طويلة وموضوعة في هذا المكان، وللأسف أكثر الناس يعتقدون بأن هذه القبور قبور ناس أولياء، ولذا فقد اتخذوا عادات منهم إذا أصيب الإنسان بمرض أو ضرر من الناس قال له بعض الناس: أحضر لك تمرا وخبزا واجمع عددا من الأشخاص إلى هذه القبور ووزع عليهم التمر والخبز، ويبدأون بالدعاء على القبر ويقولون: يا أهل القبر، إن هذه صدقة يقدمها فلان وعسى الله يشفيه، فهل هذا صحيح؟ نرجو الإفادة وتوجيه الناس، جزاكم الله خيرا. هذا شرك بالله عز وجل، الإتيان إلى القبور والاستغاثة بالموتى أو الدعاء عند القبور والصلاة عند القبور، هذه من وسائل الشرك. الصلاة عندها لله عز وجل ودعاء الله عندها هذا وسيلة إلى الشرك. أما دعاء المقبورين والاستغاثة بهم وطلب المدد منهم شفاء المرضى هذا شرك أكبر يخرج من الملة. النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من فتنة القبور، فالواجب نحو القبور أن تصان عن الامتهان، وأن لا يحصل من الأحياء أذى في حقها بالوطء أو التطرق عليها أو إلقاء القاذورات عليها، وإنما تصان وتحفظ بسور يمنع تطرق من فوقها، هذا هو المشروع في القبور. وإذا كانت قبور مسلمين فإن المار بهم يسلم عليهم ويقول: السلام عليكم يا أهل القبور، أنتم سلفنا ونحن الأثر، أسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تحرمنا بعدهم، وكن لنا ولهم، يدعو لنفسه ويدعو للموتى ويسلم عليهم. أما خير ذلك من اعتقاد البركة فيها وأن الدعاء والصدقة عندها ينفعان، فهذا من أمور الجاهلية، وهذا من أقرب وسائل الشرك وعبادة غير الله عز وجل، فالواجب إنكار هذا الشيء والابتعاد عنه. ومن أراد أن يتصدق أو أراد أن يدعو الله عز وجل فإنه يفعل ذلك عند غير القبور، يفعل ذلك في المساجد التي بنيت لذكر الله، أو يفعل ذلك في أي مكان غير القبور. أما القبور فإنها لا يدعى عندها ولا يصلى عندها ولا يتصدق عندها ولا يعتقد فيها. وحتى لو عرف أنها قبور أولياء، مع أن الجزم بالولاية لأحد لا يجوز إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لو ثبت أن هذا قبر ولي فهو قبر ميت كغيره من الأموات، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يملك إجابة من دعاه أو استغاث به لأنه ميت. وحتى لو كان حيا أو من أولياء الله فإنه لا يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل من شفاء المرضى وجلب النفع ودفع الضر، لأن هذا لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، وإنما يطلب من الحي ما يقدر عليه من المساعدة التي يقدر عليها بالمال أو بالعمل أو غير ذلك. أما الميت فإنه لا يطلب منه شيء البتة،
الموت، لأنه عاجز عن كل شيء ولا قدرة له، لأنه ميت وانقطع عمله وواجه الآخرة وصار في عالم البرزخ وانقطع عن الدنيا، فلا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وكيف يملك لغيره؟ نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.